جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من ليبيا، يقول السائل: أنا أعاني من مرض الشهوات في قلبي، يا شيخنا أدعو الله لي أن يطهر قلبي من هذا المرض وأن ييسر لي أمري في الزواج عاجلا غير آجل. اللهم ألهمه الرشد من أمره، هيئ له الرشد من أمره، وأصمه من مرض الشهوة والشبهة، وعليك يا بني أن تجد في الزواج، فإذا عجزت فاستكثر من الصيام، واستكثر من قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم يعينك، ويعينك كثرة قراءة القرآن، استكثر من النوافل، والدعاء للأوقات الفاضلة كآخر ساعة من عصر يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، وفي جوف الليل، وحين ينزل المطر. نعم.